الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا مصدقا لما بين يديه من التوراة
وهدى وموعظة للمتقين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متمما لمسيرة الهداية قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأكمل الرسالات السماوية وأرسل قواعد احترامها وتقديرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وكل نبي يؤمن بما أنزله الله عز وجل من كتب على رسله السابقين. قال عيسى عليه السلام مبلغا قومه: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال عز وجل عن القرآن الكريم وتصديقه لما جاء في الإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع كتبه وأنبيائه، فقال عز شأنه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونهانا سبحانه عن التفرقة بين أنبيائه ورسله، فقال عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، لقد أكد القرآن الكريم على العلاقات الإنسانية الراقية القائمة على الكلمة الطيبة والحوار الهادف والمعاملة الحسنة والصفح الجميل وتعزيز أسباب السلام والوئام والبعد عن التباغض والشحناء والخصام، ليستتب الاستقرار ويتحقق الازدهار ويتعزز التواصل الإيجابي بين الشعوب والحضارات. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقانون مكافحة التمييز والكراهية وجد استجابة صريحة لنداء الشرائع السماوية جميعا بالحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وصيانة المقدسات التي دعا الإسلام إلى حفظها من كل معتد أو مزدر، وانطلاقا من مبدأ: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي لا يمنع بالحاكم عن ارتكاب الآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن. فالقانون رادع لكل ما يتطاول على الذات الإلهية بالطعن فيها أو المساس بها. وقد قال الله سبحانه منزها ذاته العلية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كما اشتمل القانون على عقوبات مشددة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى أي دين من الأديان أو أحد شعائره أو مقدساته أو الاعتداء على أي من الكتب السماوية بالتكذيب والانتقاص أو التطاول على الأنبياء والرسل أو زوجاتهم وآلهم أو أصحابهم أو السخرية منهم. ونص القانون على تجريم الإساءة إلى دور العباد
إتلافها أو تخريبها أو التعدي على أهلها. وفي ذلك كله عباد الله تعظيم لشرائع الله تعالى وشعائره وحرماته. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها المصلون، لقد جاء القانون تتويجاً لدور الدولة الرائد في حفظ المصالح وحماية الحريات، وهو أحد مظاهر الرقي والحضارة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله تعالى في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله من التعايش بين الأديان والمحافظة على مكانة الكتب السماوية والأنبياء والصحابة وفق ثقافة معتدلة مبنية على الحوار والحكمة لا على التعصب والانفلات. وفي القانون إعلام للقيم الجميلة والمثل الرفيعة كالعدل والحرية المنضبطة، وفي ذلك إظهار لوجه شريعتنا المشرق التي جاءت لجلب المصالح ودفع المساد ودفع المفاسد وحفظ الضرورات وتحقيق الخير للإنسانية جمعا. وإن هذا القانون الحكيم قد صدر في وقته المناسب وظرفه الدقيق تعزيزا لتماسك المجتمع وترسيخا لمبادئ الوسطية وتثبيتا لدعائم التعايش السلمي والتسامح حتى تتواصل العطاءات وتثمر النفقات وتثمر الثقافات، وهو رسالة عالمية لمكافحة التمييز والكراهية ومحاصرة التطرف ونبذ بذور العنف والتشدد وللحفاظ على حقوق الجميع دون تمييز أو تفريق على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة، بالعدل الذي جاء فيه شريعتنا السمحة كما يدعو إلى احترام الآخرين وحسن التعامل معهم والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنفير والتطرف والتكفير والمحافظة على ثقافة الوسطية المتزنة. فقد قال الله تعالى ممتنا علينا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والقانون جاء تمشيا مع شريعتنا السمحة ومصالحنا العليا حتى نجني جميعا ثمرات من حفظ لمصالح الأفراد والمجتمع وحماية للوحدة الوطنية وأمان من الفتنة وغلق لأبواب التطرف وتجفيف لمنابعه وتجريب لتمويله. فاللهم اجعلنا متحابين فيك متسامحين وللحق متبعين، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد القائم الغر المحجبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف دائماً مع الحق بفضل الله تعالى وتلبي نداء أهله، وجاءت استجابتها لأهل اليمن الشقيق بما يمليه واجب الأخوة والإنسانية ونصوص الشريعة الإسلامية التي توجب على المسلم أن يكون إيجابياً في نصرة المظلوم المعتدى عليه بالسلاح إذا لم يرتعد الظالم، ويقف عندما رسمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من حدود الحق والعدل. فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه
فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع، وذكر منها ونصرة المظلوم. وقدمت دولتنا المباركة في سبيل ذلك من أموالها وفلذات أكبارها الذين استقبلوا الموت بصدورهم دفاعاً عن الحق وانتصاراً لأهله، وتثبيتاً لدعائم العدل، وحفاظاً على استقرار الأوطان ومقدرات الشعوب من الذين ظلموا وأفسدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي به عهد عهده فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني ولست منه. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ردنا ورد المسلمين ورد شباب المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق القائمين عليه لما يرضيك. هيئ اللهم لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه هذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أراد بنا وأراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرًا فخذ أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وكن معنا حيث كنا. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.
رزقناكم من قبل أن
فأصدق فأصدق ولكم من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يا الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.